دلوقتي وصلنا لفقرة أخبار البيت الكبير، وكالعادة نطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعده فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن أحمد عادل في ضيافة البيت الكبير. وصلت بعثة الأهلي برئاسة العمري فاروق نائب رئيس النادي إلى المملكة العربية السعودية تحضيرا لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل. أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الثنائي المكون من التونسي علي معلول والجنوب إفريقي بيرسيتاو لاعبا الفريق سيلتحقان ببعثة الأهلي في السعودية عقب انتهاء ارتباطهما مع منتخبي بلادهما، وذلك استعدادا لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي. اختتم فريق الأهلي ظهر اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى السعودية ضمن الاستعدادات للمواجهة المرتقبة في السوبر الإفريقي، وعقد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر اجتماعا مع اللاعبين للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة، وحرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي. انتظم أنطوني موديست مهاجم الفريق الجديد في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء. شارك موديست في بداية التدريبات الجماعية قبل أن يستكمل اللاعب برنامجا تدريبيا خاصا حدده الجهاز الفني، وذلك بعد تأديته لتدريبات بدنية متنوعة للتخلص من حالة إجهاد رحلة الطيران قبل وصوله إلى القاهرة يوم أمس. أعرب الفرنسي أنطوني موديست لاعب الأهلي الجديد عن سعادته بالتواجد في نادي القرن، وأعلن عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه متحمس للظهور بقوة وشجاعة بقميص نادي القرن الأعظم وبشعار النسر تبدأ قصتنا. عقد المدرب مارسيل كولار المدير الفني للأهلي جلسة مع خالد عبد الفتاح لاعب الفريق على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم قبل السفر إلى السعودية، وحرص كولر على الاطمئنان على الحالة الطبية لمدافع الفريق في حضور الدكتور أحمد قابالله طبيب الفريق. اختتم منتخبنا الوطني الأولمبي معسكره التدريبي الذي أقامه في العين السخنة بنجاح منقطع النظير، وخرج منه بمكاسب كبيرة تخلله لقاءين وديين أمام منتخب روسيا للمحليين، كما طلب الجهاز الفني بقيادة ميكالي خوض مباريات مع منتخبات من قارتي آسيا وأمريكا اللاتينية خلال المعسكرات القادمة، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتجهيز الفراعنة للظهور بشكل جيد في دورة الألعاب الأولمبية 2024. دخل نجمنا المصري محمد النني ضمن قائمة لاعبي فريقه أرسنال الإنجليزي التي ستشارك في دورة أبطال أوروبا بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة. أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم عن وفاة 4 لاعبين غرقا متأثرين بإعصار دانيال الذي ضرب مدن شرق ليبيا وتسبب بمصرع نحو 3000 شخص بحسب إحصائية أولية للضحايا. وكتب الاتحاد الليبي على حسابه الرسمي: نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف. وصل الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان السابق إلى قطر تمهيدا للانضمام إلى فريق العربي، وخضع فيراتي للكشف الطبي صباح اليوم قبل توقيع العقود. أمطر منتخب البرتغال شباك نظيره لوكسمبورغ بـ9 أهداف دون رد ليكون هو الفوز الأكبر في تاريخ البلاد، ليسير بثبات نحو نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، وذلك من خلال تحقيق الانتصار السادس على التوالي. أعلنت وكالة النزاهة الدولية للتنس إيقاف اللاعبة الرومانية سيمونا هاليب لمدة 4 سنوات، وذلك لثبوت تعاطيها المنشطات، وأدينت هاليب بنتيجة تحليلية سلبية للمواد المحظورة.